التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام على أرضية ميدان دستور ميدان المرموم. انطلاقاتنا تستمر بأشواط الانتاج والمنتجين لسن الحقائق في هذه اللحظات. شوطنا العشرين تعلن انطلاقته في هذه اللحظات الذي خصص للقعدان الحقائق. مباشرة نتقدم مع هذه الأسماء والشعارات، انطلق مع المقدمة، نطالع دائما الصدارة والمقدمة ملهمة. سالم بن حمد بن جذوه العامري ينطلق على المركز الأول، سراب لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي على المركز الثاني، المركز الثالث الكايد لسعيد بن راشد بن سعيد الزرعي على ثالث المراكز، المركز الرابع الزاجل لبدر بن عبد الله بن حارم الدرع على المركز الرابع، المركز الخامس الوسمي لحسن بن عبد الله بن غريط الأنغولي. قادم شعار أبو عبد العزيز في هذه اللحظات، شاي لعبد الله بن راشد بن ثلام الهاجري يقدم شايم القادم مع هذه الأسماء. نتابع من الجانب الآخر الفايز سالم بن سالمين بن سالم الشامسي قادم مع الفايز على المركز السادس وسابع المراكز، يتواجد وينطلق ملبي لمحمد بن مبارك من طماطم العفاري قادم مع ملبي. نتابع المركز الثامن المختبر لعلي بن حميد بن خميس علي ديلي قادم ليديلي المنطلق على المركز الثامن. تاسع المراكز عندك يا بن نصيب عوض بن نصيب بن عتيج السبوسي يقدم الصعب القادم المركز التاسع. وتابع رسلان لمحمد بن عتيج بن محمد بن خليفة العميمي قادم العميمي مع رسلان المنطلق رسلان. والمركز العاشر شاهين لراشد بن حمدان بن محمد بن مخيت الحميري. هكذا هي النتيجة، هكذا ندان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة مشاهدينا متابعينا الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى التغيير الذي طرى وجرى في هذه اللحظات من ملبي محمد بن مبارك بن طماطم الإعفاري ينطلق على المركز الأول. المختبر القادم علي بن حميد بن خميس اليديلي قادم مع المختبر. المركز الثالث أول نداء المحطم محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان قادم، الفايز سالم بن سالمين بن سالم الشامسي قادم بو سالم في هذه اللحظات مع الكيلومتر الأخير. وشاهين القادم شاهين لمحمد بن سلطان بن سالم المثيمني القادم المثيمني وشعاره الواصل، وأول نداء لهذا الشعار العابر محمد بن مسلم بن سالم بن هي العامري قادم شعاره بن هي العامري. وصل كذلك شاهين لمحمد بن علي بن سعيد السبع الدرعي قادم شعار السبع الدرعي، وشاهين لعلي بن سالم العويسي. كل الأسماء وصلت في هذه اللحظات. الباهي محمد بن سعيد محمد الغيلاني قادم مع الباهي، وشعار مرتاح حارب بن مغير بن سالم العميمي قادم بسلطان، وكذلك الوصول من ثاير خليفة بن سالم بن حلوك قادم بن حلوك الأربعمائة متر الأخير. يا راعي المختبر يا لي ديلي وشعار بن مرخان، شعار بن مرخان القادم، والغيلاني قادم وشاهين المثيمني قادم كذلك. وتابع الوصول من قبل القادم شعار مبارك بن عامر الوهيبي قادم مع ملاحظ الواصل على المركز الثالث. ولكن ليديلي والمختبر نجح في الاختبار. تهانينا والناموس لعلي بن حميد بن خميس ليديلي المركز الثاني، الباهي لمحمد بن سعيد بن محمد الغيلاني المركز الثالث ملاحظ المبارك بن عامر بن حميد الوهيبي، المركز الرابع
محطم لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان المركز الخامس. المركز الخامس اللي وصلنا شاهين لعلي بن سالم بن حميد العويسي. هكذا هي النتيجة. المختبر يؤكد حضور هذا الشعار، أحد القادمين من السلطنة، المقدمين هذه النجومية وانطلاقات المختبر وانتاجها الفاخر. 4:44 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن حميد بن خميس علي ديلي على فوز المختبر بالمركز الأول. 4:45 بالوفاء والتمام الباهي والتوقيت الباهي تعود ملكية محمد بن سعيد بن محمد الغيلاني. والمركز الثالث 4:45 أربع أجزاء من الثانية ملاحظ لمبارك بن عامر بن حميد. ألوهي بتهانينا والناموس للجميع.